حوجي ده بابا حوجي غالي لا ايوه الاولات قال الجنوبي اصبر قال الجنوبي دقه الساعه قال ولا قال الشجاعي دقه الساعه قال الشجاعي دقه الساعه بينا خيوط البلطجه بينا دي عمد الوحده بدم احمر والله ما نقتل بسكينه حكم هددنا بان احتفظ بالرد لا حين اما ويرحل عن اراضينا او مش نغط صدام بتعينه سلام لك يا طارق الفضلي دي رجحت كفه موازينه وجه لهم صفعه على الطاير عمه علي وعمه شياطينه الشيخ طارق بس انت امر واحنا جنودك في ميادينه ما حد بنا يرجع لبطن امه وحد يقول الموت لا حين الموت واحد والسبب واحد ما بحسب اشياء نفس هيينه مبروك لك يا طارق الفضلي لقنتهم درسين تلغينه بابا يخوفنا علي سلته ولا تخوفنا زنازينه بابا يخوفنا علي سلته ولا تخوفنا زنازينه خطوه بخطوه ايها القائد الشعب واثق في سلاطينه الشيخ طارق صح تقاتلنا الشيخ طارق صح تقاتلنا باسباب معروفه وبينه باسباب الله لا فاده ولا عينه فيروس ظلي بالجسد ينخر واحنا ننفذ له تمارينه سلامين صنفنا على كيفه تصنيف من صنعه وتلوينه هذا يساري كان متطرف وذا يميني حان تكفينه وذاك بالزمره وذا طغمه وذا من الاقطاع تموينه فلوشي سببها والسبب فلوشي ومن على بالشكل والعينه هم وصلونا حلف ما نحنا والخط يغرى من عناوينه صحيح ان الوقت متاخر واحنا صحينا وذا الحينه ناخذ عبر من ذلك الماضي ضمان للحاضر وتامينه ما يدرين شعب الجنوب اقوى ما يحتسب في بموجب فرقها واضح حتى فات الدم مش حينه اينا الله في المصحف بالشرع او في سن قوانينه نزل لهم سورة سبا واحنا لحقات في ايات بينه نزل لهم سورة سبا واحنا لحقات في ايات بينه والحد في السلطة بيتخوف والدم جنوبي في شرايينه والله تفضل عود بين اهلك عتبه على منديلك اردينه الحوف للمندب قد اقسمنا يمين صادق دون تخوينه والله يشهد الجنوب يشهد يطمنوا مليون تطمينه شوفوا علي واكن يقزعها شوفوا علي واكن يقزعها قد ازمه جلسه وتخزينه ولا بارضيه وسياره بيثم من الافراد تزمينه لكن مسكين صاحبنا علي هستر قال عدن وزع ملايين وندا خرج منها بظهر احمر اشباب واحد من مجانين مجانين صاحبنا علي هستر قال لا 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 سرين لا هذا مسكين صاحبنا علي ايوه بس هذا سريه مسكين صاحبنا علي هستر قال عدن وزع ملايينه وندا خرج منها بظهر احمر اشباب واحد من مجانينه مجانينه هذا الجنوب العربي هذا بالحريه قد تم تحصينه تحصينه ما فيش قوه عاربه تقدر على الارض بها تخمد براكينه واخرتها على المصطفى صلوا سلام القمري بتلحينه ومن قبل بالظلم والباطل لا يعتبر الاسلام من دينه دينه